بحاجة قديه بيجلبنا هيدا الشعور بين انه نحن نكون مبسوطين وبين غيرنا منه مبسوط ما قادر يفرح. نحن المفروض نفكر بالعقل. اكيد كل واحد منا عنده شعور وقت اللي بتشوف الناس عم بيتعذبوا كثير منحس، بس ما مفروض نعمل ردة فعل على اساس هيك. مفروض نستعمل دماغنا، هيدا رايي، حتى يضل الحياة مستمر، لأنه أصلاً الأعداء بدهم إيانا نموت. نحن لازم نضل عم نغني، لازم نضل عم نشتغل، لازم نضل عم نطور حياتنا شو ما صار. أنا مؤمن بهالشي. أكيد أنا كل يوم صرت مدمن بدي أشوف شو عم بيصير بفلسطين، هذا شيء غير مقبول، بس ما عم بيمنعك انك تعطي، يعني رسالتك عم تعملها على حالي. اكمل وجه. اكيد كثير صعب، بس بضبط حالي، برجع بمشي مثل ما لازم امشي بالعقل، لانه مش مفروض نشتغل نعمل ردات فعل، لانه على طول رده الفعل هو شيء غلط بالنسبه لي، هو فعل لازم يكون على طول. صح ماتيلدا، اطفال غزه ما ناطرين هدايا، ناطرين بس امر بوقف اطلاق النار، ناطرين حياه، ناطرين حياه، ناطرين ما يموتوا مثل كانهم ارقام، مثل كانهم لا شيء. يعني شوفي، ما بعرف اذا رح يكون كثير صادم اللي بدي اقوله، عن جد ما بيكون في عداله الهيه اذا الله سامح السبب بقتل الاطفال، اذا الله سامح اللي كبروا مساحة الفقر بلبنان، إذا الله سامح اللي عملوا حروب بلا نهاية، بلا أهداف واضحة. أنا بقول له اليوم، بس نحن ما بنعرف هو كيف رح تكون ردة فعله عليهم، نحن مش قاعدين معهم. أنا يمكن نحن نشوفهم كتير منيح بس هم يكونوا مدمرين. بس أنا عم أقول كإنسان شو بحس، أنا كإنسان بحس إنه لازم يكون عادل إنه ما يسامحهم، مش لازم يكون عادل انه يسامحهم، كثير في فرق بين، لانه هيك نوع جرائم بحق الاطفال، بحق البشر، حتى نحن بلبنان يعني جرائم بحقنا، فقر، حروب بارده، شو نحن شو عنا؟ ما بنملك شيء، مقومات دولتنا ما عادت موجوده، فنحن كمان ضحايا، مثل اطفال غزه ضحايا، مثل سوريا ضحايا، وضحايا مين؟ ضحايا افراد، ضحايا أطراف. فأنا بقول له يا رب إذا كنت عادل ما تسمحه. قد ايه بتحسي بزمن الميلاد يلي هو زمن الحب والعطاء وكل الأمور السامية، قد ايه بتحسي مقبيلة في ظلم؟ في ظلم كتير، هيدا اللي بيقهرني. يعني أنا دايماً بقول كيف في ناس عندها تخمة وناس مش قادرة تلاقي اللقمة لحتى تعيد فيها. يعني العدالة الاجتماعية مفقودة، بس ما بعرف شو العبرة، ربك شو أراد بالعبرة إنه ناس عندها كل شيء وناس ما عندها شيء. وهيدا سر، كمان سر من أسرار الحياة، بتلاقي ناس عندها كل شيء وما عندها قناعة، وناس ما عندها شيء، مثل المايسترو اللي الليلة علمنا رسالة كتير كبيرة. صح. فقرك افرح فيه، حدا بيقول لك فقرك افرحي فيه؟ هو قالنا الليلة فقركم افرحوا فيه وحولوه لفرح. وصوتها لليندا مش طبيعي، أداء الطبيعي عن جد. أنا بالنسبة لي الغناء هي إحساس، إذا واحد غنى بشكل طبيعي هيك بيقطع الرسالة بسرعة. وانت واحدة منهم، شكرا. شهادة، انت واحدة منهم يا ليندا. عن جد ليندا، ميرسي، شكرا. وأنا برجع بقول ريتا، بقول له لرب الليلة، بتمنى على صوت عالي مش شي بقلبي، إنه بليز أنا ما بخاف من الموت، الموت حق على كل واحد فينا، بس بليز ما تقطعني بمراحل روحي تبقى وجسمي يفنى. يعني هيدا المرض اللي استنزاف، هيدا هو اللي بطلبه منه، وبقول له ميرسي على كل شيء عطاني. قد ايه بتحلم مايسترو أنت وكورال فيحاء الوطني إنكم تغنوا أو ترنموا بالقدس بمهد المسيح؟ ما منحلم، هيدا إحدى الطموح والأهداف، وأنا مؤمن إنه حنوصل، وعندي معطيات لألا. مش هيك، أنا مؤمن إنه إذا ما عندك قوة الحق ما بينعطى لألك، الحق بينجاب بالقوة، خاصة بهالأيام قوة سلاح، قوة فن، قوة تراث، قوة الإيمان،
وكل شيء رايحين لهونيك. يعني قريبا انتو انا مؤمن انا بدي غني بالقدس مع كورالي. هيدا اول ما بلش الكورال. حلو. هيدا هدف لنا مش حلم فقط. هدف ورح توصلوا له. حنوصلوا. انا قبل ما موت انا مؤمن بعرف انه حغني بالقدس. حغنيها ما في مجال. ورايحين لهونيك واضح شو عم بيصير بفلسطين. يعني اكيد في ناس ضحايا شو هذا عم بيروحوا. بس من دون تمن ما في حرية. ما مناخد الحق. نفس الشيء عم بيصير بلبنان. قول ما عم بحكي سياسة. بعد 2006 ما عاد اعتادوا علينا مثل ما لازم الصهاينة. هيدا مثل دفعنا تمن غالي كتير 2006. هلأ عم بيحصل نفس الشيء بفلسطين. أنا مؤمن إنه حنوصل على الحرية. عندك نفس الإيمان ليندا ونفس الحلم؟ أكيد 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 عنا نفس الإيمان. وبشد على إيد المايسترو بهذا بهذا الهدف اللي نحن عن جد عم نشوف إنه نحن رح نوصل له قريباً إن شاء الله. يا رب ما تكون الفترة طويلة ونوصل ونعمل